الاستثمار بين الاستنفار والاستقرار يا باشمهندس؟ موجة حقيقية ويعني تحرك نشط جدا لفكرة الاستثمار الرياضي. يمكن ده اللي خلاني فكرت النهاردة زيارة الوفد الخليجي لوزارة الشباب وتحريك استغلال استاد القاهرة بشكل استثماري والبدء بخطوات واقعية في هذا الأمر، وبعدين ربط المشهد الأخراني بأن أكثر من مجموعة خارجية تريد أن تستحوذ على أندية مصرية في إطار يعني الاستثمار فيها. آخر الأخبار طبعا مجموعة زد، وقيل أنها هتستحوذ على اف سي مصر، وقبل كده طبعا كان في كلام أن المقاصة في طريق أن حد برضو يستثمر فيه، لحد ما طلع برضو الأستاذ محمد عبد السلام واتكلم على هذا الأمر بشكل يعني واضح، لدرجة أنه هو يعني سئل سؤال هل بيراميد كان عامل مساعد أو عامل رئيسي في رفع كل حاجة يعني الأسعار والرواتب، فكان له رأي أن لا، لأن موجة الاستثمار جاي غير رأيه. وأنا قد أتفق مع كل هذه التوجهات، ولكني أرى أن الأمر يستوجب الاستنفار والاستقرار، أو خليها الاستقرار والاستنفار، لأن ما فيش مناخ رياضي، ما فيش مناخ استثماري هينجح إلا بالاستقرار في صحيح. كل حاجة صحيح. الرياضة جزء من المشهد العام بتاع الدولة صحيح. استقرار الدولة يعني ضخ استثمارات فيها، يعني الناس تبقى مطمئنة، يعني الناس تبتدي تشهد نهضة اقتصادية حقيقية، يعني الناس تبتدي تستمتع بالتضحيات السابقة وتبتدي تستقبل عوائد الاستقرار. عشان كده احنا تملي مع الاستقرار الدولة.